مشاهدينا وصلنا لآخر فقراتنا اللي منورتنا فيها الشيف ديما واللي دائما بتبهرنا بألذ الأطباق. أهلا وسهلا فيك شيف ديما، منورتينا. نورك حبيبتي. حبيبتي شو محضرتينا اليوم؟ اليوم حاضرة السمك المشوية. يا سلام، اليوم أكلنا بحري. إيه. يعني تغيير عن حلقاتنا القديمة كثير. أيوة. حلو. طيب شو المقادير؟ المقادير طبعا السمكة حسب رغبة كل وحدة. الحجم. هلأ بدنا نحكي عن الخلطة تبعها، هي أصلا السمكة سهلة بس الخلطة تبعها هي اللي شوي بتاخد وقت. ففي عندي دبس فلافلة حسب الرغبة، اللي بحبها حارة ولا بحبها وسط، حسب زيت يعني في نص فنجان. مية بندورة اللي هي معجون الطماطم ثلاث معالق كبار. عندي اثنين فص ثوم، عندي معلقة صغيرة من الزنجبيل. هلأ فيهم يستخدموا صحيح وفيهم يستخدموا مطحون. عندي كرافس، أنا أخذ نص الحز تبع الكرافس مش الكامل. عندي بصل، بصل صغيرة. طبعاً الفلافلة ملونة حسب الرغبة كمان، هي بس للتزيين نحطها فوق الطبق. وفي البندورة مقطعتها أنا مقطعتها كبيرة. هلأ بقلك ليه. هلأ بالنسبة عندي للبهارات، في عندي بهارات السمك موجودة بالسوق جاهزة. وفي عندي الكزبرة والكركم، في عندي كمان الكمون طبعا والملح. هون عندي خل يعني معلقة كبيرة خل أبيض. وفي عندي نص ليمونة. هلأ رح نبدأ نطبق الخلطة تبع السمكة. طبعا السمكة أنا لما رحت عند طبعا المسمكة فطلبت منه بس تقليله أنه بدي أشويها. فانا هلا سكرتها، هلا رح تشوفي رح افتحها لانه رح احطها هيك. اوكي. بس خفت فورا تخافي منها اذا هيك. لا لا مفتوحه طالع احشاء. فانا اول شيء هلا بدي احط البصل. اوكي. هلا انا هاي المكونات تبعي للحجم تبعي لحجم السمكه اللي انا عم بستخدمها. البندوره ما رح استخدمها كلها، اذا كانت صغيره بحطها كلها. انا رح استخدم نصها. اوكي. طبعا دبس الفلافله رح احط نص معلقه صغيره. طبعا حسب العالم اذا بحبوها كثير حاده. هلا انا عندي اياها وسط. يعني اوريدي انت بالبيت يا بتستخدميها حاده حسب عائلتك يا ولا وسط يا ولا بلا. اوكي. لانه موجود الثلاثه موجود. رح احط طبعا الكميه كلها هي ثلاث معالق كبيره. اوكي. هي الحلو لونها يكون مميز. طبعا الثوم واوريدي هي الكميه اللي عندي من الزنجبيل معلقه صغيره. رح طبقهم هيك ان شاء الله. الكرافس شايفه كله سهل بالخلاط بتحطي. هلا انا في عندي بس على كل حال ديما هدول الكرافس مع الزنجبيل لحالهم بيعطوا شويه حدوديه. لا بحس انه الزنجبيل شوي. ايه بس احكي لك، اذا كان هلا انا عندي اياه معلب جاهز حطته بالبراد، اذا كان عم تستخدميه فريش بيعطي. اما لانه معلب وهيك بتحسي شوي بتخف حداديته. انا عندي نص ليمونه بحطها برا. اوكي. والخل يعني معلقه كبيره خل. بتعطي حماضيه طيبه لل هلا في منهم بحطوا له دبس رمان. او في كمان بلسمك يمكن. لا التمر هندي. بس انا ما يعني ما بحبزه لاني في ناس ما بتحب كثير الحمض. طبعا عندي انا بهارات السمك. حطيت يعني ثلاث معالق صغار. اوكي. عندي الكزبره معلقه. معلقه صغيره الكركم رح احط نص معلقه لاني اوريدي انا ملونته من ميه البندوره. كمان الكمون رح احط نص معلقه. انا بس هيك عم زيد يعني البهارات لانه الكزبره طيبه مع السمك بتعطيها طعم كثير طيب. هي اصلا السمك كل ما كانت متبله. أيوة. كل ما كانت اطيب. ورح احط نص معلقه صغيره. ليش حطيت السمك اصلا بتحسيه شوي مالح. صح. فما رح اكثر ملحه. اوكي. هي هلا رح تخلطيهم. هلا حطيتهم كلهم بالخلاط. لا لو سمحت في الزيت عشان يخلطوا. الزيت اهم شيء. طبعا انا حاطه هون كميه الزيت كلها بحطها. اوكي. بسكره راح احطه بالخلاط.
هيك بتكون صارت جاهزة عندي. هلا بالنسبة للسمكة خلينا نحكي شوي بالسمكة. ايه بما انه هيك جهزنا الخلطة، السمكة انا بس جبتها من المسمكة، اصلا هن شايلين منها الحراشف وكل شيء، فشو انا بس بغسلها، بعد ما اغسلها بغسلها من الحراشف اللي بقيانة يعني. اصلا سبحان الله بتحسيه ما له زناخة ولا شيء السمك، بس بجيب ليمونة بفركه شوي فيها وبغسلها وخلص بعيفها. اذا عندي يعني هاي الخلطة فيني انقعها من قبل بيوم والصبح او الظهر بس بحطها بالفرن للناس اللي بتشتغل. طيب انا عندي هاي الصينية، خليني افتح هاي قبل ما احط الكفوف. هلا رح الوس الكفوف لاني شوي بدي اشتغل فيها. ايه دايما عندي شكل الكفوف. هلا في منهم بيحبوا انه يعيفوها هيك، بحبوها خلطه من هون وبس. لا انا الحايفة مفتوحه بحسها احسن. شوفي انا حتى جوا حتى ليمون هيك بتعطي طعم طيب للسمكه. هلا انا رح احطها هون هاي. انا ليش حطيت سلوفان؟ لاني هاي الصينيه انا رح ادبها على السفره. خلص ما بحتاج اني اشيلها، ايه لانه شوي بتكون ملزقه. فبحاول اني اكبسها هيك تكون السمكه ثابته، وبجيب الخلطه ببدا بوزع. ما بده مي ابدا، يمكن تحسيها ناشفه بس حطيتيها بالفرن السمك كثير بيطلع مي. صح، فعشان هيك انا ما راح احط لها ابدا ولا نقطه مي. الصلصه كلها بتحطيها جوا. ايه هلا شوفي كيف بوزعها. بنزل شوي منها لاني اوريدي انا رح اشتغل بايدي. هلا انا عم بشتغل هيك، ايش بسايب؟ بخلطها شوي من تحت، باخذ بايدي خلطها يعني سهلية دهنه. ايه اني وزعها على كل السمكه. شوفي سهله كثير، ما بدها كثير، وبنفس الوقت بتكوني انت عزمتي الناس، ولو كانت اكبر لو كانت اصغر. هاي الخلطه كمان فيك تستخدميها للريدس، نفس الخلطه هاي للريدس، وكمان الريدس كثير بتطلع مي. هيك انا بكون خلصت، برفع شوي هيك صغيره من هون وخلصنا. خلصت بترجعي بتسكريها ولا بتتركيها مفتوحه؟ بحطها مفتوحه لانه حطيتي لها ليمون ولا لا؟ لا خلص انا حطيت. خلص ليش ما بحطلها على وشها؟ ايه. لانه الليمون مع القشر تبعه او الليمون بس ينطبخ بمرمر. صح. انا ما بدي اعطيها مرار ابدا. فانا هلا هيك خلصت عندي، شو بسوي؟ اوكي عندي الفلافله بحطه شوي على الوش. في ناس بحبوا يفرموا بندوره ناعمه يحطوها في ولي هي للتزيين يعني حسب الرغبه. ايه. حسب الرغبه يعني ما بتزيد من مقادير ولا شيء. هلا بتحطيها بالفرن قد ايه بتتركيها؟ بتركها 20 دقيقة وما بتغطيها من فوق. لا خلص ابدا، بتركها 20 دقيقة من فوق و10 دقائق من تحت. عفوا 20 دقيقة من فوق و10 دقائق من فوق بتتحمر يعني وبتصير جاهزة. رح شيل هاي، انا مجهزة تكون الحرارة عالية يعني 180. اوكي طبعا انا هاي صارت عندي جاهزة هيك. انت محضرة من قبل؟ انا محضرة صينية من قبل وحطيتها بالفرن وهلا بتكون صارت جاهزة عندي. حلو منظرها. بتعرفي اكله سريعه وموجزه بنفس الوقت. فيكي تعمليها بالصياديه جنبها او رز ابيض حسب رغبتك وتقدميها لضيوفك. يعطيكي الف عافيه ديما، عن جد شكلها بشهي. تسلمي. وهيك بتحسيها يعني فخمه على الطاوله. مزبوط. هذا اللي بدي اقول لك اياه انه سريعه ايوه، والسيلفر هذا بس حطيتيه بتقدري تقدميه بلز. خلص. وحتى بصير جلي الصينيه اسهل. اسهل ايوه. يعطيكي الف عافيه ديما، منورتيني. كلك حبيبتي. شفتك ان شاء الله بحلقات جايه. ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك. متابعينا خلصت حلقتنا لليوم، بتمنى انكم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالفقرات اللي قدمنا لكم اياها، على امل اني اشوفكم بحلقات جايه. بشوفكم بخير.